السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا موسى هلالي من أوروبا. أنا موسى هلالي من أوروبا. أنا موسى هلالي. أنا موسى هلالي من أوروبا. 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 السلام عليكم ورحمة الله. هذه رسالة. هذان رسالتان من عند رب العالمين. رسالتان من عند رب العالمين. هذان رسالتان من عند رب العالمين. هذان رسالتان من عند رب العالمين. رسالة للقائد صالح ورسالة للشعب الجزائري. وبينهما آيات من عند الله تعالى. رسالة للقائد صالح ورسالة للشعبتان من عند رب العالمين. رسالة للقائد صالح ورسالة للشعب الجزائري. هذان رسالتان من عند رب العالمين. هذان رسالتان من عند رب العالمين. رسالة للقائد صالح ورسالة للشعب الجزائري. وبينهما آيات من عند الله تعالى. أما الرسالة الأولى للقائد فأقول يا القائد إني رسول من رب العالمين حقيق على الأمين. رسول من رب العالمين. إني رسول من رب إني رسول من رب العالمين. إني رسول من رب العالمين. إني رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على الله إني رسول من رب العالمين. فأقول يا القائد 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 إني رسول من رب العالمين. حقيق فأقول يا القائد إني رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. وقد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي الشعب الجزائري ولا تعذبنا. فأرسل معي الشعب الجزائري ولا تعذبنا. فأرسل معي الشعب الجزائري ولا تعذبنا.
أما الآيات فاعلم أنت وجميع الناس أن الله تعالى قال، واليوم المستضعفين هم هذا الشعب الجزائري الذي خرج أو الذي أخرج بسبب ظروف وهي الاستضعاف وضيق المعاش، إذ قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قبل ما يخرجهم الله تعالى زكاهم فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أن خروجهم هذا لم يكن لهم لوحدهم، أي فوائده لم تعد على الشعب الجزائري فقط، بل على شعوب العالم بأسره. جميع الشعوب المستضعفة ستستفاد من هذا الخروج. ولهذا قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت، لم يقل خرجتم، لأن الخروج كان رغما على أنوفهم لما يعيشونه. ثم قال الله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ما خرجوا للفساد وما أفسدوا، بل خرجوا برايات لا للفساد ولا للمفسدين. ثم أن هذا الخروج أو هذا الإخراج كان إخراجا سلميا، وهم لا يدرون أنه على ما أمر الله تعالى، إذ قال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء، إن الأرض لله يورثها من يشاء. هم يدركون جيدا أن الفساد لا يزال بالفساد، لهذا خرجوا بسلمية شهد لهم بها العالم بأسره حتى العدو، وهم يرددون ويقولون: الرأي يعود للشعب. وهذا حق القائد صالح أعطاه الله لهم، لم يعطه أحدا لهم، إذ قال الله تعالى آمرا لرسوله محمد: وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، أي الأمر يعود للشعب. ثم قال: ثم رددوا شعار اتنحاو كاع، هذا الأمر يعود لله، إذا استوفوا أو وفوا بما يعني اشترطه الله تعالى في هذا الخروج، أن الله تعالى يوفي لهم بوعدهم، وهو أن يزيل جميع المفسدين كما فعل بفرعون وجنوده، إذ طارقهم جميعا وأورث بنو إسرائيل الأرض بعد ذلك.
وأما رسالتي وأما رسالة الله تعالى للشعب فأقول له كما قال موسى لقومه بنو إسرائيل: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. والاستعانة بالله والصبر، فقد جاء بيان من عند الله تعالى بأن تستعينوا بالله بقوله: ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الله تعالى فقد جاء بيان من عند الله تعالى بأن تستعينوا بالله بقوله: والاستعانة بالله والصبر، فقد جاء بيان من عند الله تعالى بأن تستعينوا بالله بقوله: ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأما ما جاء بيان من عند الله في الصبر في قوله تعالى: اللهم أن تقول اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وما علي إلا البلاغ المبين، وما علي إلا البلاغ المبين. وهل على الرسل إلا البلاغ المبين، 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 وما علي إلا البلاغ المبين، وهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وما علي إلا البلاغ المبين، وهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وما علي إلا البلاغ المبين، وهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وما علي إلا البلاغ، وهل على الرسل إلا البلاغ المبين. هذه رسالة أنا موسى هلالي من الله. أنا موسى هلالي من أورلا. 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 السلام عليكم ورحمة الله. هذان رسالتان من عند رب العالمين، رسالة للقائد صالح ورسالة للشعب الجزائري. هذان رسالتان من عند رب العالمين، رسالة للقائد صالح ورسالة للشعب الجزائري. هذان رسالتان
من عند رب العالمين رسالة للقائد صالح ورسالة للشعب الجزائري. ما جاء بيان من عند الله في الصبر في قوله تعالى: اللهم أن تقول اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهل على الرسل إلا البلاغ المبين، إلا البلاغ المبين، وهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وما علي إلا البلاغ المبين، وهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وما علي إلا البلاغ المبين. من المقبوح: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس، هذه رسالة إلى جميع من له حكم على وجه الأرض، سواء كان حكمه على قارة أو دولة أو ولاية أو بلدية أو على عشيرة أو قبيلة أو على حي، فإني أقول لكم بأن الله تعالى قد ضرب لكم مثالا على حاكم حكم على وجه الأرض، لم يمض له مثيل من قبله في حكمه ولا بعده، إذ استوفت له جميع أركان الحكم والسيطرة والهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن. إذ قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. وفي الأخير أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا للهدى: لا أسألكم عليه أجرا، إنما هو ذكر للعالمين، إنما هو إلا ذكر للعالمين. والسلام عليكم.